مع دخولنا بفصل الشتاء والطقس البارد عم نشهد إصابات العديد من الناس بأمراض الجريب، التحسس، التهاب البلعوم والقصبات وغيرها من الإصابات المزعجة يلي الكثير من الناس عم تربطها مع ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا، خاصة لما تكون إصابات تنفسية. هلأ ما في حدا بالبلد مو مقرب بصراحة، ما في بيت ما في حدا مقرب. طبعا يعتبر الجهاز التنفسي من أكثر أجهزة الجسم حساسية للجو المحيط، خاصة بإصابات الإنفلونزا، وبيحتاج لعناية واستشارة طبية بحال حس المريض أنه في أعراض عم تتطور وآلام غير محتملة. لهيك بفقرتنا الطبية لليوم خصصنا الفقرة عن الإنتانات التنفسية، أبرز أعراضها، طرق الوقاية وآلية العلاج، وهل هي ضمن عوارض المتحور الجديد؟ تفاصيل أكثر مع ضيفتنا يلي صارت متواجدة معنا بالاستوديو الاختصاصية بطب الأشعة الدكتورة سالي صالح. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صرنا عم نشوف في هالفترة بعض قصص كورونا ويلي العالم أغلبها نسيتها، هلأ من هاي الفترة الجديدة صارت العالم عم تقرب كتير، عم تمرض كتير. صحيح. وصرنا عم نسمع أنه في حالات جديدة عم بتفوت على المشفى وعم يصير في حالات وفاة. يعني أنا من 10 أيام سمعت بأحد الأشخاص كانت مقربة فاتت على المشفى ما في أي وجع ومع الأسف في حالة وفاة. كان قديش عم تكتر هاي الحالات وشو سببها؟ صراحة هذا الحكي صحيح 100% ومنطقي جدا، لأنه اليوم لا يخلو أي منزل أو حتى عائلة من وجود حالة إنتان تنفسي. يعني بدي أحكي عن كورونا بس إنه هي كتير يعني شوي بعيدة عن موضوع الإنتان التنفسي، لأنه ما في شيء مثبت لليوم حسب ترصد وزارة الصحة إنه كورونا فيروس هي ترتبط بالإنتانات التنفسية، هي إنتانات تنفسية متنوعة ومن ضمنها كورونا فيروس. تمام، خلينا نفوت شوي بالتفاصيل. ليه الناس اليوم عم بتقرب؟ يعني نحن بنعرف كتير انه كل موسم شتوية بتقرب الناس، هي أكيد. الفترة بالذات عم يكون في حالات اكثر من يلي نحن بنسمع عنه بكل سنة. اكيد في انتشار للانتان صراحة اليوم بشكل كتير كبير، وترصدت هالحالة خلال هالشهر. وإذا بدي أحكي عن أعراضها كيف رح تتظاهر، فهي رح تتظاهر بارتفاع بالحرارة، بسيلان بالأنف، بسعال، ممكن مع قشع أو من دون قشع، ألم صدري، ممكن كمان تتظاهر بأعراض أخرى مثل تعب عام وآلام معممة بكل الجسم، بمفاصل وعظام الجسم، وببعض الحالات ممكن حتى تترافق مع مشاكل بالجهاز الهضمي، يعني مثل الإسهالات والآلام البطنية. طيب يعني شو هي، خلينا نقول اليوم حكيتي أهم الأعراض اللي عم بتصيب الأشخاص، بس شو هي أنواع الإنتانات التنفسية يلي عم بتصير مع الأشخاص يلي اليوم هي منتشرة بكل سوريا؟ لأنه مثل ما حكينا في أغلب البيوت بتدقي لحدا بدك تطمني عليه رفقاتك بتلاقيه مريض، بتحكي مع أهلك بتلاقي في حدا مريض. صحيح. هل فعلا هي كورونا؟ لأنه الناس خايفة أنه متحور جديد وممكن يظهر متحور آخر ويكون أشد فتكاً وما إله دواء وما إله علاج، بتعرفي هاي المخاوف يلي كلياتنا حسينا فيها بالفترة الماضية. تماماً. هلأ بداية بدي أوضح أنواع الإنتانات التنفسية. أولاً إنتان تنفسي فيروسي هو عبارة عن عدة أنواع من الفيروسات عم تصيب الجهاز التنفسي، ممكن منها فيروسات معوية، ممكن فيروسات إنفلونزا، ممكن فيروسات الكورونا حتى. بالإضافة لذلك في عنا الإنتانات البكتيرية أو الجرثومية. تمام. هاي الإنتانات كمان أيضاً متنوعة، منها مثلاً العقديات الرئوية. يعني أنا أمتى ممكن حس اليوم أنه أنا عن جد معي كورونا؟ كيف بدي فرقه عن الإنفلونزا العادية؟ هاي السؤال يلي العالم عم صراحة تسأل. هذا السؤال كتير حلو وكتير مهم. بدي أوضح شيء، اليوم الناس عم تتعرض لإنتانات تنفسية وعم تشفى منها، لكن من دون إجراء كشف مخبري دقيق، يعني فحص القشع أو حتى مثلاً القيام بمسحة. تمام. وكمان حسب ما ترصدت وزارة الصحة كمان لحد الآن لا يوجد انتشار لفيروس أو المتحور الجديد من فيروس كورونا اللي هو G5، فمعظم الحالات اللي نحن عم نشوفها هي انتانات تنفسية متنوعة الأشكال وليس حصراً هي كورونا فيروس. كورونا فيروس هو نوع من أنواع الإنتانات التنفسية. تمام. خلينا نحكي شوي عن المعلومات اللي لازم تكون فعلاً بكل بيت لحتى نخفف من العدوى. يعني منكون خمس أشخاص بالعيلة بس يقرب شخص واحد خلص أنت بتعرفي أنه بعد شوي أمك. صحيح. بعد فترة أختك
كله بينتقل العدوى بشكل سريع. تمام. أنا لأ بداية بدي أحكي عن معلومات مهمة المفروض نعرفها بس بشكل مبسط. تفضلي. أكيد. أول شيء بدي أعرف الحرارة أو الحمى. الحرارة هي عبارة عن حرارة مقاسة، يعني ارتفاع الحرارة، حرارة مقاسة بالميزان الإلكتروني أو الزئبقي، هي فوق 37.5 درجة فوميًا وفوق 37 درجة عن طريق الإبط وفوق 38 درجة عن طريق الإذن أو الشرج. وبدي نوه لفكرة كتير مهمة، ضروري تتواجد بكل منزل وخصوصي بظل انتشار هالإنتان بهي الأوقات، جهاز أو مقياس للأكسجة والنبض أوكسيميتر. نعم. رح يحدد لي مستوى أكسجة الدم ورح يحدد لي عدد نبضات القلب. تمام. وكمان هو عبارة عن جهاز صغير وبسعر ملائم للجميع. تمام. يوضع على الإصبع، بيعطيني النبض والأكسجة، وكمان مثل ما بنعرف إنه النبض الطبيعي للقلب بين 60 ل 100 بالدقيقة، بس أنا لما يكون عندي إنتان أكيد رح تتسرع دقات القلب فرح تكون فوق 100 بالدقيقة. تمام. وكمان الأكسجة هي الأكسجة الطبيعية للجسم أكثر أو فوق 92%. بدي نوه على شيء كثير مهم، لما تنزل الاكسجه عن 92% ضروري جدا استشاره طبيه فوريه، لانه ممكن نكون امام حاله انتان بريه. نعم. يعني دكتوره اليوم في كثير اشخاص عم يصابوا بجريب وما عم يعرفوا انه هن لازم ياخذوا دواء مناسب، بتعرفي ثقافه الانتيبايوتكس عندنا؟ انه انا مجرد ما امرض بروح على الصيدليه بقول له عندي وجع حلق وباخذ مضاد التهاب وممكن انا صايبني فيروس مانو جرثومه، فنحن ما عندنا كثير هي الثقافه لسه، ولكن صحيح. في عوارض معينه ممكن تظهر على المريض تخلينا نحس انه هلا يعني فورا لازم يتوجه للمستشفى او للطبيب مثل ما حكيتي، او في حالات ممكن تكون قاعده بالبيت وبتقدر تتعالج بالبيت، كيف بدنا نعرف امتى نحن عندنا ريد لاين انه هلا صار وقت المستشفى؟ تمام. هلا النصيحه الاولى والاخيره، بكل حاله انتان تنفسي بفضل التوجه للطبيب فورا، لانه الطبيب حسب الحاله الموجوده قادر يحدد اذا هي بتتعالج بالمنزل او حتى بتتعالج بالمشفى، ومعظم الانتانات التنفسيه هلا عم تكون تقريبا بشكل بسيط وقادرين نعالجها بالمنزل، يعني اكثر تقريبا من 90%. بس ايمت بيحول الطبيب الحاله للمشفى؟ يعني ايمت بيكون في ريد لاينز نعتمد عليهم؟ وقت يصير في عندنا حراره معنده على الخوافض الفمويه، او وقت يكون عندنا هبوط بالضغط، ضغط الدم، او مثلا انخفاض بمستوى اكسجه الدم، او حتى ممكن مثلا تغير بمستوى الوعي، يعني بصير المريض بميل لانه ينعس وهذا الشيء بيكون كثير واضح. بهي الحاله نحن رح نحول الحاله للمشفى ونشوف شو بيلزم من علاج، وحتى ممكن يلزم المريض مثلا مسكنات وريديه. نعم. انتي بايوتكس، ممكن يلزم تعويض او تصحيح فيني اقول الاضطراب الشاردي، لانه المرضى بهيك حاله ممكن يصير عندهم نقص بالبوتاسيوم مثلا. تمام. في اشخاص قبل ما يمرضوا او بس يحسوا شوي انه انا ممكن امرض دغري بيروحوا على الفيتامين، بيصير لك انا بدي اخذ فيتامين سي. صحيح. خلص انا اموري رواق او عسل او اعشاب. تمام. قديش اليوم الفيتامينات والاعشاب والعسل وهي القصص هي فعلا مفيده وبتساعدنا، او هي شكل كثير اجراء بسيط ممكن فعلا ما يساعدنا؟ اكيد ما فينا ننكر انه فيتامين سي والعسل وهي الاشياء هي بتساعد كثير على انه ترفع مناعه الجسم. بس بدي نوه على نقطه، في ناس ممكن مثلا تستخدم اوقات الفيتامينز بشكل خاطئ، مثل كثير سمعت بظل انتشار الانتان انه في ناس عم تاخذ حبوب زنك. تمام. انا كثير ضد استخدام الزنك من دون استشاره طبيه، لانه انا لما يكون عندي وارد زايد من الزنك انا رح يصير في عندي تسمم واسهالات. اوكي. فهو ما له شيء صح انه نحن نستخدم، ممكن اكيد ناخذ اشياء طبيعيه، فيتامين سي، عصائر، هي القصص اكيد نحن معه. ممكن. طيب. انا فعلا اخذ فيتامين هو فعلا يضرني اكثر مما يفيدني؟ اكيد طبعاً. لازم ضروري استشاره الطبيب. اكيد طبعاً. يعني دكتوره اليوم استخدام الصادات الحيويه العشوائيه اللي عم نشوفها، شو رايك فيه؟ يعني الواحد كيف بده يعرف شو الدواء المناسب له؟ اذا في حال في ناس اليوم ما معها كشفيه طبيب مثلا بتقول لك مالي مضطره اروح ادفع الكشفيه، في ناس بصراحه هي قله مروه انه انا ما بدي اروح وخلص ما فيني شيء، بضلهم يكابروا لحتى يوقعوا. هذا الشيء اكيد اليوم الاستخدام العشوائي للصادات الحيويه كيف عم بيكون اثره؟ اكيد لا، الصادات الحيويه استخدامها العشوائي رح يسبب لي قله تاثيرها على الجسم، لما يكون يعني انا عندي بدي فرق، الناس ما عم تفرق، اذا انا امام حاله انتانات تنفسيه فيروسيه هذا الشيء ما راح يفيدني في الصادات الحيويه،
ما بيستجيب على الصادات الحيوية. أما الإنتانات الجرثومية، تنفسية جرثومية، أكيد رح استفيد على الصادات الحيوية، بس نحن بالاستخدام العشوائي للصادات ما عم نعرف نميز بنوع الإنتان اللي نحن عم نواجهه، فنحن رح نخلي مع الوقت الجسم أقل تأثير، يعني نحن ما عاد فعالة هي الصادات لأنه تقضي على الجراثيم. تمام، شو هي الخطوات أو الإجراءات والنصايح يلي حنقدمها اليوم من خلالك للأشخاص يلي فعلاً بتحس أنه أنا عم بلش أمرض، شو لازم دغري نعمل؟ تمام، هلأ بدي أنصح الجميع بأول شيء لما يحسوا بهجمة الإنتان التنفسي يكون المريض عنده وارد من السوائل 3 لتر يومياً من مثلاً ماء، عصائر، زهورات يلي بتكون الصراحة، وبدي نوه على ضرورة شرب العصائر الطبيعية اللي بتحوي على الحمضيات الخالية من السكريات، بتكون بتركز أكيد على فيتامين سي يعني من الليمون أو الأورنج. وبدي أكد على فكرة كتير مهمة لحالة الآلام اللي بتصير بالإنتانات. تمام. المسكن الآمن أو خافض الحرارة الآمن هو حصراً سيتامول. سيتامول. وإذا بدي معلش فصل شوي، إنه الجرعة الآمنة للناس لتاخد سيتامول، لأنه هذا السؤال كتير مطروق، هو عبارة عن 1 جرام يعني حبتين من 6 أو 8 ساعات. وإذا بدي أقول الماكسيموم خلال النهار كله أو اليوم كله، فينا ناخد 4 جرام من سيتامول اللي هي 8 حبات. تمام. أما بالنسبة لبقية المسكنات فلازم أو من الضروري ما ناخذها إلا باستشارة طبية، لأنه كمان منخاف من التأثيرات الجانبية. مثل إبرة الديكلون اللي عم تقتل العالم. رح أعطيكي تماماً، رح أعطيكي مثال، مثلاً استخدام البروفين أو حتى الديكلوفيناك. هذا الاستخدام ممكن هو يخفض لي الحرارة بشكل كبير، بس بنفس الوقت إذا أنا عندي مريض ربو رح يحرض عنده هجمة ربو، أو عندي مثلاً مريض عنده قرحة هضمية فهو كمان رح يسبب نزيف بالقرحة الهضمية. تمام، يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك دكتوره، وبتمنى الصحه للجميع. اكيد، شكرا كثير لحضرتك.